وإذا أحببت الله بعد أن أحبك فأنا أهنئك وأبشرك بأنني وأنت مغفور لنا، وأن الله عز وجل لن يحاسبنا بل سيجعلنا داخلين في شفاعة حبه لنا وحبنا له. يقول الإمام الغزالي: إن رجلا من الصالحين رأى امرأة تجهش بالبكاء قائلة: والله لقد سئمت هذه الحياة، ولو أني رأيت من يبيعني الموت لاشتريته شوقا إلى الله عز وجل. قال لها الرجل: أفموقنة أنت بأن لك عملا صالحا تلقين به الله؟ قالت: لا، ولكني أحبه. أفرأيت أنه يعذبني وأنا أحبه؟ لا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم.